السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين الكرام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب تكونوا بخير وسعداء. أعزائي المتابعين الكرام، النهاردة عاملة لكم وصفة قشور اليوسفي والليمونة عشان نمنع الإصابة بمرض السرطان أو نحارب مرض السرطان، وفي نفس الوقت بنقوي المناعة، وكمان مضر للبول وبيخسس في نفس الوقت، لأنه كمان بيساعد على عملية التليين في المعدة وبيساعد على الهضم. يعني فوائده فظيعة وكتيرة جدا ما شاء الله. والوصفة سهلة جدا زي ما انتم شايفينها كده. جبت عبارة عن فنجان شاي قشور اليوسفي اللي انا كنت عاملاها قبل كده وضربها في الخلاط معاكم عشان اعمل وصفة تفتيح الشفايف، وقلت لكم ما برميهوش لانه بستخدمه في حاجات كتيرة جدا. اول حاجة هجيبه واحطه في اللبانة او في اي حاجة انت هتعملي فيها، وتعصري عليه الليمونة، وهتضيفي له 2 كبار شوبين كبار مية، واديهم غلوة واحدة بس. اول ما يبدأ يغلي بقوم طافية عليه ومصفيه. ولعت عليهم البوتاجاز، هخليهم بس يغلوا غلوة واحدة بس، أول غلوة بقوم طافي عليهم. لو حابين بقى تسكروه اوكي، مش حابين هو كده تمام التمام. ووصيتي ليكم كمان ده اخر مرة، يا ريت اوعوا ترموا قشور اليوسفي لانه يحارب السرطان لاحتوائه على مادة البيتا كاروتين، ودي مادة مهمة جدا في محاربة السرطان. ربنا يعزنا واياكم منهم ويحفظكم جميعا ويحفظنا. وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش طبعا من اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.